صحيح. بصبح عليكم وبصبح على مشاهدينا مره ثانيه، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله مروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي لما الناس بدات تنزل. هنبدا طبعا من محافظه القاهره، بدات طبعا الكثافات تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه، ونبدا من الكورنيش اللي هنلاقي عليه كثافات مروريه متقطعه، وده من المظلات وباتجاه وسط البلد، اما الكورنيش المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه لحد دلوقتي. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي عليه كثافات مروريه متقطعه لحد غمره، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه وبتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كثافات تانيه في الاتجاه العكسي، وتاني لكوبري اكتوبر بسبب طبعا زياده احمال السيارات. نفس الموضوع من ميدان التحرير ومتجه لمدينة نصر ومحور النصر وصولا لمنطقة المنصة، كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. إذا تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد الملك نفق الملك الصالح اللي بيشهد عليه كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ولو فضلنا مكملين لحد كوبري الروضة هناك برضو بعض الكثافات المرورية. نفق الأزهر في انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. دلوقتي هنروح لمحافظة الجيزة ونبدأ من شارع الهرم، طبعا في كثافات مرورية وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات في شارع السودان ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وكمان ميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، لكن لو رحنا للمحور أو محور صفت في كثافات بتزيد مع الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاية من الدائري متجه من دائري المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل إنه يسلك محور الفريق كمال عامر، وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية، أما محور 26 يوليو في سيولة مرورية للي قادم من أكتوبر، وده بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية، وده طبعا بعد الانتهاء من التوسعات. اللي قادم من أكتوبر وفي اتجاهه الدائري مازال الطريق مغلق، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه ل 26 محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. لو رحنا لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي تظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق، وده لمنع أي ظهور ازدحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة، وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري دلوقتي. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول كورنيش النيل في منطقة المظلات ومكملة لحد ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور، وده لمتابعة الحركة المرورية. أما اللي قادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر أو مصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر له طريق طويل قوي. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي بيكون فيها أعمال يعني بيكون فيها كثافات بسيطة. دلوقتي هنروح لبورسعيد وهنلاقي هناك سيوله مروريه في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات، وده نتيجه معتاده لساعات الذروه الصباحيه زي شارع جمال عبد الناصر مثلا اللي بيشهد كثافات نسبيه بسيطه بتبدا تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطرح البحر اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه المعتاده طبعا في الصباح، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهوريه في كثافات مروريه مكمله لحد اخر الشارع. كده خلصت جولتنا المروريه، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه، كمان في نشاط للرياح على السواحل الشماليه الغربيه وجنوب الصعيد، وكمان في فرص لامطار خفيفه وده على السواحل الشماليه الغربيه، وفرص امطار خفيفه قد تكون رعديه على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.